أعلنت وزارة الداخلية أمس أنه بالنظر إلى صدور القرار الوزاري بتقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان قيد الناخبين في جداول الانتخاب، فإن هذه اللجان ستبدأ أعمالها خلال شهر فبراير لعام 2023. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن ذلك يأتي نظرا إلى أن المادة 6 من القانون رقم 35 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تقضي بأن يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين، كما أن المادة 8 من ذات القانون تقضي بأن يتم تحرير جداول الانتخابات أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام. وأوضحت أن التعديل السنوي يشتمل على إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية، وإضافة لأسماء الذين بلغوا سن 20 عام واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية، ويؤشر أمام أسمائهم بوقف مباشرتهم حتى الانتخاب أو حق الانتخاب إلى حين بلوغهم سن 21 عام. وأضافت أن التعديل يشتمل كذلك على إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة، وحذف أسماء المتوفين، وحذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماءهم أدرجت بغير حق، وحذف من نقلوا موطنهم من الدائرة، وإضافة من نقلوا موطنهم إليها. ولفتت إلى أنه على المواطنين الذين تتوافر فيهم شروط التسجيل التقدم بطلباتهم للجنة القيد في الجدول الانتخابي المخصص لمنطقة سكنهم، والشروط التي يلزم توافرها هي أن يكون طالب القيد كويتي الجنسية وفقا للقانون، وأن يكون بالغ من العمر 20 سنة ميلادية كاملة خلال شهر فبراير لعام 2023. وأشارت إلى أنه على طالب القيد أن يقدم للجنة الجنسية الأصلية وصورة عنها، وكذلك البطاقة المدنية الأصلية وصورة عنها.